مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في 50 50. اليوم 50 50 من غير الفقرات الطريفه، لانه من واجبنا وانه رينا انه نرجعوا مره اخرى على حديث السبال المرفيه تحكي عليها برشا مع الناس اللي حضرت على البلاتو، ما غير سياسيين في البلاتو، لكن اليوم باش نحكيوا اكثر مع سياسيين وما شاهدوه في حلقه الاثنين الفرد. حلقه الاثنين الفرد حبيت قبل كل شيء نبداها باني حي الالاف والالاف والالاف من التوانسه من تونس ومن الخارج، واللي يتكلموا بالتليفون واللي على صفحه الفيسبوك نتاع قناه كارتاج بلوس، واللي اتصلوا بينا بعض الفريق، واللي حبوا يوصلوا كل الاعانات للعائلات اللي شفناهم اللي ضحايا حادثة السبالة. ناس كلمت من خارج تونس، من تونس اللي يحب يبعث على حساب بنكي تابع للقناة، واللي يحب مباشرة نحلوا جمعية، واللي يحب يوصل الفلوس لهنا واحنا نوصلوهم للناس. نحب نفسر بأنه كما قلنا لكم امبارح على صفحتنا الرسمية، اللي يحب يتصل ولا يبعث اس ام اس، نعطيكم رقم اس ام اس غدوة على الصفحة الرسمية، وإلا يبعث على صفحة الفيسبوك نعطيهم مباشرة أرقام العائلات ويتوجه مباشرة إذا كان يحب يوصل التبرعات. شكرا ألف مرة، اللي أكدت مرة أخرى أنه التوانسة راهم متضامنين وحنان على بعضهم. حب ساعة تحية أخرى، حب نحكي لكم حاجة صارت بعد حلقة نهار الاثنين اللي فاتت. ببليك اللي يحضر معنا لهنا عادة أنه ببليك هو بيدو نجم يتعمل عليه حس، لأنه فيهم برشا ناس تضحي تاخذ في مبلغ صغير ياسر، ساعات تحضر على تسجيل حلقات لمدة ساعات وساعات وساعات طويلة، تصل ساعات مش في الحلقات كيف نحن القصار هذوما، تسجيل بعشرة سوايع و12 ساعة. ببليك هذا اللي فيه برشا طلبة، في برشا عبادة تاخذ ترانسبور، وأنا أجي لهنا تسهر في الليل في الببليك هذا باش تاخذ مبلغ صغير ياسر مش كيما اللي تتخيلوه. ببليك هذا أنا اثنين الفارت وقت اللي وفات الحلقة جاء وجاد العائلات وعمل كوليكت للعائلات ومدهم للعائلات الضحايا ذي. المرة هذه احنا باش نطلب اللي حاضرين في البلاتو يصفقوا على الببليك، مش الببليك يصفق علينا. شكرا لكم مرة أخرى. فتحي المولدي أهلا وسهلا. أهلا معزي. أهلا بصفتك، أهلا صفق عليك يا جميل. أنت لما حالة ما تعرفش الأغنية نتاع أم كلثوم ووردة، وكما نقول لك ذكريات تذكرهم الحكايات هذوكم، هذوكم أسامي أغنية فرحان ياسر. 14 سنة خويا معز تذكرها. تذكرها مليح. أيوا واش فما أغنية كي جاي في ثنية تذكرتها. ترى؟ ما نعرفش شكون يغنيها، العفريت ولا وحشتوني. وحشتوني وردة يا ولد جمال عفريت يا أستاذ يا أستاذ. دونك عشرة معز شرفني برشا أني تعرف قتش عندها ولا بتعرف الدنيا تزرب ولا؟ 14 سنة بالضبط. أول حلقة من حلقات بالمكشوف. مرحبا بك معنا اليوم يا عايش في 50 50. سمير عبد الله مساء الخير، مرحبا بك معنا في 50 50. كيفاش تحبني نقدمك سمير؟ لأنه ريت البارح ستاتيو على الفيسبوك، كيفاش تحب نقدمك؟ ناشط سياسي. إي لكن اللي ريته البارح مش ناشط سياسي، اللي ريته البارح بأنك قررت الالتحاق بحزب تحية تونس. بحركة تحية تونس، نعم. معناها نجم نقولوا من التحاق ناشط سياسي ملتحق بحركة تحية تونس. مساء الخير شنو في؟ كيف كيف؟ عندك ضحك اليوم؟ ما عندكش برشا ضحك لكن خدمت على روحك خرجت لنا حاجات. سي محمود سبي مساء الخير، مرحبا بك معنا في 50 50 من الوجوه الجديدة في حركة تحية تونس، ربما يمثل جيل جديد من السياسيين وجيل آخر ربما، فما برشا ناس تستنى في جيل جديد من السياسيين، لكن مع الجيل الجديد فما الجيل المخضرم. سي عبد البريكي مساء الخير، مرحبا بك معنا. أمين عام تونس إلى الأمام. هيثم مرحبا بك معنا اليوم، تتخلف عربية الليلة على حلقة اليوم من 50 50 لظروف خاصة بتبيع، فما حتى شيء ما عنده حتى علاقة باللي تعدى نهار الاثنين اللي فات. من أكثر الفيديوهات اللي وقع تداولها يوم الاثنين الفارت فيديو بتاع الحاجة فتيمة. شو ممكن تبعنا ما تجمش تمشي تزورهم؟ ها؟ ما تجمش تمشي تزورهم؟ باش مش نلك باش نمشي نلحق عليهم باش 10000 ومش تول بالرأي تقرا بطلت عليها قرايه، ما نجمش باش نوصلها، ما نجمش باش نوصلها، محتاجه الله غالب وين باش نوصل. صغيره نخدم عليهم تو كبرت ما عادش نجم نخدم السوين. فتحي متى ولدها؟ عمره 16 سنه وجرحوا لها زوز صغارها، ومع ذلك ما لقات حتى حد. ما يا خويا ما نحبوش الدولة، لا الدولة لا غير الدولة، مش تنجم تمشي تشوف صغار. كان عندك تعليق؟ ما كانش خاطر هيثم حكى فيه الموضوع ولا أي واحد يحب يدخل يتفضل. عندي تعليق، لقات وزيرة المرأة خرجت البارح في تصريح قالت نساء من العاملات الفلاحيات اللي عندها بيرمي نوفروا لهم سيارات. هذا إجراء صحيح جديد. إجراء ثوري.
معناها واحد ما عندوش دار تعطيه مفتاح باش يحلوا في الهواء. معناها سامحني العاملات الفلاحيات المرأة كيما هذه، معناها فماش سيارة متاع ولا العشرين سيارة يتبعوا الوزير، فماش واحدة منهم تهز الناس يطلوا على صغيراتهم؟ فماش واحدة منهم عندهم كار تو نحكيو على الكار اللي مشيت اليوم، هي الكار مشيت اليوم الكار اللي وعدهم بها. ما شيء يحزن شيء يبكي، معناها في الوضعية هذه ماشيين تعزي وقافلات وسيارات ورباعية الدفع وتدفعوا العباد، لازم السيارات الرباعية ادفعوا العباد هزوهم يشوفوا وليداتهم. معناها هذا حد أدنى من الإنسانية، مانيش نحكيو سياسة سي عبيد راه نحكيو إنسانية، نحكيو أنت راك مسؤول في دولة، مسؤول في دولة دمعة متاع مواطن أغلى من كل شيء. دونك وقت اللي تتكلم المرأة هذه، أنا كان جيت مسؤول راني خرجت للشارع نعيط نقول قدم استقالتك ويحكي على روحه راهو قول قدم استقالتك يطالب بتقديم استقالته. والله في الموضوع هذا والحاجة ساعة نبداو نترحموا على شهدائنا وابنائنا وبناتنا اللي توفاو في الحادث العليم. برشا مرات نحكيو سياسة سياسة لكن ننساو حاجة، اللي سياسي يرد إنسان وعنده جانب إنساني، وسياسي السياسة شو في تونس تنقص منها برشا الأخلاق، لكن سياسة إنسانية زاد. نحب نوضح حاجة على المحتوى تاع البارح واللي تقال، واللي المرأة هذية عندك برشا روش نحكيو، معناه اختار لي الحكاية هذية وما جايين بالنسبة للناس اللي في الزور الجرحى بتاعها. أنا نحب نقول لك حاجة سي معز، نهار الأحد الصباح وأنا مش نحكي باسم الحكومة، أنا هنا في حزب لكن باش نحكي الواقع الموجود. نهار الأحد على الصباح كي مشى رئيس الحكومة خلط الغادي على عين المكان 8:30 وقابل العباد، والفيديوهات منشوره على الانترنت فريالك بعد وقابل العباد وقعدنا مع العباد. والحاجه الاخرى اللي ما نقولوهاش، توفرت الكراهه على حد سي معز، خويا معز سي معز، انا نهار لحد سجلت مع الناس هذوما، سبعني تبعني مليح، نهار لحد سجلت مع الناس هذوما الكار مشيت نهار الثلاثه بعد بس حسني كم نحكي لك، خلينا كم نحكي لك، وانت عندك الوسائل الكافيه باش تعبد تشوف كلام. هو انا عندي الوسائل الكافيه اكثر من الوسائل الكافيه اللي عندك انت، على خاطر انا عندي الناس بيدهم حضروا والناس بيدهم واحد حاجه من اثنين، يا اما يكذبوا سي معز خلينا نكمل لك، يا اما يكذبوا والا مدينا عليهم السلاح خويا وقلنا لهم قولوا كلام غلط. ما يمثلش انا سامحني، نهار لحد في الليل توفرت من العشيه اكراه مش تهز الناس تاع المجاريح المستشفيات اللي هما موجودين في مستشفى القصري وموجودين في مستشفى صفاقس وموجودين في مستشفى سهلوش. نحب نعطيك قداش من واحد 15 في مستشفى القصري، ثلاثه في مستشفى صفاقس. نعرفهم فيه بالضبط انا. يعني نعرفهم بالبلاصه بالبلاصه. نقول لك شو نقول لك في الكلام هذا وانت تنجم تمشي تثبت. انا مثبت. سي سامبل مادام الكراهب ولا الكيران ولا اللي هما اللي باش ينقلوا الناس هذوما باش يطلوا على المجاريح اللي عندهم في السبيطارات متوفرين، علاش ما مشاوش؟ انا نقول لك توفر والعديد مشاو، يمكن اختنا ما مشاتش لكن العديد مشاو طلوا على المجاريح بتاعهم وفي المستشفيات هذوما وتوفرت له. وتوفرت من نهار لحد لعشي. يعني بوتيتر نحن جبنا المراه الوحيده اللي ما مش يوم احنا جبنا زوج وعندنا اتصال متواصل هذا، وانتم تنجموا تثبتوا في المعلوم. واضح هاي سيدي، ها وقتاش مشاو دلوا على صغارهم؟ دقيقه نرجع لكم ها وقتاش مشاو طلوا على صغارهم؟ نهار 3 صباح مدام فتيمة اللي كانت هنا ما مشيت، كان نهار 3 الصباح. داخل القسم القسم طلع على ولدي في القسم الجراحي. راني خليني مشيت حدا بنيتي وراني زرتها ولاباس وراه طمني عليها وطمني عليها. تدعي الضحكة على الأقل عندها دفنة صغيرة نهار السبت، ضحكت نهار ثلاثة كي مشات بالطبيعة ما دخلناش باش نوريو الصغار نتاعهم لأن ماناش باش نوريو الصغار شنو الحالة نتاعهم، لكن حابين نوريو أنه تجمت ضحكة سي محمود مشات هذيا نهار ثلاثة الصباح ما هز حتى حد نهار لحد إلا نهار الاثنين مشيت بعد ما تبثت الحصة نهار الاثنين. تفضل عبيد تفضل. شكرا. أنا أولا هذه مش عائلة الوحيدة، أنا تفرجت في العينات الأخرى، مشكل فتحي قال مش سياسه، هي هذا هو عمق السياسه. اش معناتها؟ انا نشوف في المشاهد نتاع البارح وفي نفس الوقت نسمع بلقاء حول مناقشه اتفاق الشراكه حول قضيه الفلاحه. بربي وين وين؟ هذه هي وضع الفلاحه عندنا في تونس. وهذا هم الفلاحيين وهذه وضع العائلات. هكا لو بارادوكس الكبير كيفاش نجم تفهمه؟
ناس تمشي في كمين ولا في ايزوزو وتطيح وكل مره اكسيدون مش الوحيد هذا يعطيني كل احنا وشفتهم شفت تبعت البارح وانت تناقش لي كيفاش اليوم نفتحوا الشراكه مع الاتحاد الاوروبي حول مساله الفلاح وين وين يا ترى هذه هي الاجراءات الشعبيه هذه الاولى الثانيه سياستنا قائمه على دحا حتى تقع وقتاش نتحركوا وقت اللي موتونا 15 صغير وقت اللي يضربوا بالحسبه وقت اللي تجي كارثه كما هذه هذا شو يعني ما عندناش حتى استراتيجيه نتاع اصلاح جوهري للوضع نتاع البلاد بعد الثوره ما نكبروهاش برشا اش معناها ما نكبروهاش لانها كبيره بطبعها هذا الوضع اللي نعيشوه تو شنو التماشي اللي عندنا اش عملنا للفلاحه ثم نجي وبعد نبحث على شكون المسؤول على كل هذا يقول لي اه والله السائق هو المسؤول اه والله الفلاح هو المسؤول وكأني الدوله غير معنيه بما يحدث والمسؤوليه مباشره هذا مش طبيعي اصلا شنو السائق مسؤول الشيخ يلم في خبزه وسيبوه هما لانه ما عندهمش بدائل ما عندهمش حاجه اخرى حذروها باش ينقلوا الخدامه لا قال لك باش نقعد نخدم انا حتى ب 5000 راني باش نقعد نركب فيها الكاميرا ومن بعد يقول لك الفلاح لا تحميه ولا تدعمه وتستورد له في كونتار القمح تدفع في 95 دينار معناتها من برا وهو تعطيه في ال 75 بينما الاتحاد الاوروبي اللي تحب تعارك معاه يدعم في الفلاح ب 30% ومن بعد تقول فلاح مش مسؤول هو المسؤول فلاح هذاك هو امكانياته ما ينجم يعطي كان هكاك لانه اذا كان يعطي اكثر من هكاك ما عادش ينجم يشد روحه هذه كلها قضيه علاش انا قلت لك المساله ماهيش مجرده المساله مربوطه بالعمق نتاع بلادنا وعمق خياراتنا وعمق المقاربات الموجوده واضح باهي هاو بعض الاجراءات اللي ربما بعد نعطي الكلمه لسميري هو يعطي رايه تقع سماها انت دا حتى تقع هكا سميتها باهي اي سي دي اي هاو الاجراءات اللي تم اتخاذها الشركة التونسية للكهرباء والغاز انطلقت في دراسة مطالب العائلات لربطهم بالشبكة الكهربائية. معناها موجودين المطالب تو انطلقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في دراسة المطالب. دعها سي عبيد حتى تقع. سيد الوالي ستعمل السلطة الجهوية على تحسين البنية التحتية المنطقة التي يقيمون بها. راهو هذوما برك راهو البلايص الاخرين تو اللي عندهم نفس المشاكل مش معنيين وهذه مش مهمه البلديه نورمالمون خلينا نكمل لك اتخاذ اجراءات عاجله شوف الاجراء شوف الاجراء مقواه لفائده الجرحى وعائله المتوفين في الحادث تتمثل في توفير وسيلتي نقل على ذمه اهالي الجرحى لنقلهم الى مستشفيات سوسه وصفاقس لزياره اقاربهم اللي كان عليهم اليوم سي محمود هذا اجراء نقلهم من الوحده هذه صار بعد ليميسيون بعد ما تفرجوا نهار اثنين احداث منطقه سقويه بمنطقه مغيله البلهديه وتوفير موارد رزق قاره لهذه العائلات تمكين العائلات المتضرره من المناح لتحسين مساكنه هذا كل كان يجب يتعمل قبل احداث خط للنقل العمومي للاشخاص يربط سيدي بوزيد بالسباله ومغيله البلهديه على ان يدخل حيز الاستغلال وقت سي فتحي يوم الاثنين القادم معنا كنا نجموا نعملوا 6 شهور قبل وقت اللي عندنا الاحصائيات نتاع الناس اللي ماتت ماتش في نفس الظروف تقرر تحويل سيدي المدرسه الاعداديه بالمغيله الى معهد ثانوي وقد تمت مراسلة وزير التربية الانطلاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وهذا المضحك أكثر من الإجراءات هذه أعلن رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة الصيد البحري عبد المجيد الزار أن المنظمة الفلاحية ستوفر مورد رزق قار لعائلات ضحايا السبالة يتمثل في 10 شياه لكل عائلة يعني هالإجراءات هذه يا سي سمير هالإجراءات هذه اللي ما فيها حتى شيء حدث خط النقل العمومي يربط بين بوزيد بالسبالة الشركة التونسية انطلقت اليوم في دراسة مطالب العائلات هذه اللي ربطهم بالشبكة الكهربائية. معناها يلزم ننتظر مصيبة كيما هذه وما زلت أصر بأنها مصيبة. بالرغم من أنه التكييف اللي حبوا يعملوه واللي تحس تصريح وزير الداخلية بأنها اصطدام بين حادث مرور بين عربتين. فسلي سي سمير كيفاش نجموا ناخذوا إجراءات؟ أنا نجمنا ناخذوهم علاش فقط بعد ما تقع الكارثة. خويا معز الحاجة عجبتني برشا المقدمة بتاعك. وقت اللي اثرت واشرت عطيت نماذج بالتضامن بين التوانسه وبدينا وشجعنا وصفقنا لا بوبليك هذايا اللي عمل بتيت كوليكت لفائده يعني الضحايا وعائلات الشهداء هم شهداء حاجه ايجابيه جدا انه رغم كل محاولات التقسيم نتاع الشعب التونسي الساحل ضد الجنوب والجنوب ضد الشمال والشرق الغربي ضد الوسط الشعب التونسي شعب واحد الشعب التونسي متضامن التونسي للتونسي رحمة لأن الأمم خويا معز تاع
تبني قوتها السيمون تاعها، وهذا كلام صحيح وسي تريز امبورطون. في معز النقطة الثانية، أول حاجة شو يصير قبل ما تدرس وتعمل خطة وطنية واستراتيجية، يجيو رجال مطافة، ثم إجراءات العاجلة. تونس في حاجة الأكبر من هذاك، العينة ذيك نتاع سيدي بوزيد هي صورة مصغرة من تونس الأعماق، لا تونيزي بروفوند، اللي نسيناها 9 سنين، وذيك اللي ثارت، وذيك اللي طالبت بالكرامة والتنمية، نسيناها وقعدنا نتعاركوا في السالونات السياسية والتجاذبات ونتاجروا بالدم. حتى انت كنت تعارك مع حتى انت كنت تعارك معهم سميرة. كيفاش؟ حتى انت كنت تعارك معهم مع السياسيين هذوما، كنت في المشهد هذا تتعارك انت زاد. شنو كلمة تتعارك؟ معناها انت قلت كنا نتعارك وسيبنا الواحد ومشينا نتعاركوا في الصالونات. قلت لك انا وكسبنا اللسان ينطبق عليك معناها شنو نتعارك؟ معناها اون فاسون دو دير شنو نتعارك؟ ناقش في العباد، اعطيني بديلك، اعطيني مقترحاتك، ما عجبتكش الحكومه اعطيني بديلك خويا، واي فالسو هذايا، اعطيني بديلك كيف يمكن الاقلاع بتونس المهمشه اللي نسيناها. فتحي بن محمود وعن شو؟ سؤال جاوبني انت علاش فتحي؟ نفهم في انه في بعض الناس، ناس متحزبه عندها اراء وافكار تمشي مع الحزب بتاعها، لكن انت متحرر من كل القيود، انت ايش بتاعك تحب؟ اجراءات كيما هذه كناش نجموا ناخذوها قبل لتفادي الكارثه. والله هذا يسميهم، سامحني في العباره بالفرنسيه، دي ميزوريت، معناها اجراءات. النقطه الاولى عجبتني معز، انا كنت في بالي قالوا لنا المسؤولين تنزل على الفلسه تقضوا، ضرت تنزل على الفلسه توا تستنى حتى يجي الضوء. هذه النقطة الأولى مش هكا. أي. سنين. أنا عجبتني كلمة دراسة مطالب العائلات، معناها المطالب موجودة. أي أي. معناها المطالب موجودة. توا باش ندرسوهم. توا باش ندرسوهم. أي. النقطة الثانية اللي نعتبرها زادة هامة جدا، وأنه لو كان جيت أنا في منطقة السبالة راهو عندنا مئات من المناطق السبالة. غدوة صباح نخرج كاميونة ونحط فيها قول لكم وراكم شهداء انتوما ونعملوا حادث، خلينا نمشيوا لها نزلوا على الفلسه، خلينا نجيبوا لهم الضوء، خلي ياخذوا كل واحد 10 نعيجات، خلي كذا. معناها لي ميزوريت هذم يضحكوا في المحتوى نتاعهم، لانه كي تقراهم هذم حقهم موجودين عندهم مدري قداش. من بين لي ميزوريت اللي موجودين سي معز، توفير وسائل نقل باش يمشيوا يزوروا انطلاقا اي هذيك لا عاد باش يمشيوا يزوروا الجرحى. جرحى اون فوا الجرحى براو وسائل النقل تروح لتونس. الوغ معناها فما برشا حاجات اللي كتب يعطيه الصحه يسلم قرايته، اللي كتب لي ميزوريت هذا يسلم قرايته. انا نعتبرها فيها اكثر اهانه للمنطقه من كونه نحبوا نرفعوا من مستوى عايش المنطقه. العائلات اللي جاوا سي فتحي ما طلب فيهم واحد حتى فرنك، حتى مليم. لو واحد قال اعطيني دينار تعرف معناش معناها كرامه. انت يزمك تشوفهم وقت اللي حتى ياخذوا في الاعانه اللي عملها لهم الببليك ولا غيرهم ولا الناس اللي بدات تراهم يخبيوا باش ما يراوش هما ياخذوا في الفلوس. يحبوا سبيطار، يحبوا ماء سقوي، خلط لي الماء ونخدم. اعطينا ايش رايك في الاجراءات؟ فما حاجه قالها قال اخونا فتحي ومهمه، قلت شهداء ليس فتحي، شهداء العمل. بالطبيعه. الناس هذوما 5:30 تخرج باش تمشي تخدم باش تربي صغار. وحاجه اخرى، كان سيف في القايله وشمس وكان شتاء برد. اما الحاجه هذه اللي في تونس راهي ليها 60 سنه موجوده. صحيح. والنقل في تونس مش يمشيوا للريف، يمشيوا للعاصمه ونشوفوا في النقل وشوف المعاناه تاع التوانسه الكل في موضوع النقل. صحيح. ومشاكل النقابات في النقل الى غيره. به اليوم النقل هذا اللي هو مشكله كبيره في تونس. صحيح. وحاجة أخرى قاعدين نحكيه، كلش علينا تونس بعد الثورة، يعني الحكومة هذه خذيتها النرويج، فما حاجة الناس هذوما اللي وريتوهم التومة وإحنا متضامنين معاهم كل التضامن، تعرفوش شي حاجة سي معز، الناس اللي وريتها البارح، المرأة كيما أختنا اللي وريتها، تعرفش شي ليها 60 سنة كي تقف قدام سبيطار باش تدخل الداوي، ما عندهاش حق تدخل الداوي. عبيد تفضل سي عبيد. هذه صارت حريقة اللي باش يطفيها، راهو السياسي يعرف اللي باش تصير حريقة. لانه ماهيش المره الاولى يتبع في النسق العام كل مره تصير كارثه حقه من وقتها يتنبا انه الحرائق جايه اذا ما اتخذش اجراءات جوهريه. الاجراءات هذه شنو هي؟ باهي سيدي على اهميتها. الاجراء اللي كان المفروض يتعمل هذو ما عمل في لحيه
وانا بالمناسبه غدا واحد ماي ما نجمش نخرج من جبتي. ماذا بيا نحيي كل العمال بالفكر وساعد، وخاصه العمال في القطاع الفلاحي. قلت حتى خاصه في القطاع الفلاحي. راهو اذا كان يقولوا خذينا قرار الشروع على الاقل تدريجيا في توفير وسيله نقل لنقل عمل الفلاحيين كما نسخرين، والله يا اهلا وسهلا هكا حلينا المشكله ودرجنا في هذا. برا نقلوا بالسبالة لسيدي الوزير وبعد. إذا كان جينا والله ثم أراضي ولا نعرفها ومشيت لها البقعة هذه مرات ومشيت البقعة، فما أراضي دولية التو ما تعطات. غذية جو الموضوع هذا جوهر الموضوع. يا شباب يا معطل يا نساء يا سي عبيد هذا جوهر الموضوع، الأراضي والماء الكهو ذوكم الناس كل حالة مشاكلهم. أنا نحكي لك على الإجراءات اللي كان المفروض تتخذ لأنه باش تحل آفاق بعد أخرى. تيش مازلت تعمل يا دولة بالأراضي الدولية اللي قاعدة هكاكا باش تعطيها لفلان وفلتان من جديد ونرجعوا المنظومة السابقة نتاع شركات الأحياء الفلاحية؟ مش هذه تونس اللي عملت الثورة؟ ولا نجي نقول والله عندهم 60 سنة تو هذا تبرير. أنت كنت وزير في الحكومة ما من حتى جلس معك. كنت وزير وعملت الإجراء التالي. ما عملت نسمعك سيدي. عاد اسمعني حتى الأخر أنا ما قطعتش. باهي سيدي. تعلمت نسمع قبل. باهي سيدي. تعلمت نسمع قبل. تفضل سي عبيد. من غير ما تطول أنت زادة. مانيش مطول باش نقول جملة واحدة. السنة اساس واحد كان بروجي كامل عملناه وقت اللي كنت وتحدثنا فيه نتاع قربوا الخدمات من الناس هذوما. يا ولدي جيب له دار خدمات فم في البقعه فيها وحيده سي ان اساس وحيده سي ان ار، ويمكن ما تابعنيش السيد زميلنا تو هنا في البروجي اللي قدمته في الريفورم. دونك سالتني وانا ما نحبش نحكي على هذاك. في كل قريه نعمل سي ان اساس. في كل معتمديه تعمل بيرو اسمه انتم ما تعرفوش انت. اسمه دار الخدمات. دار الخدمات في كل قرية. في كل قرية. هذوما عادوش نقلوا باش يمشيو يخدموا. هذه السبالة أدو با. قالوا برا تنقلوا باش يمشيو يخدموا. السبالة هك قطعة من جديد. باهي سامحنا سيدي. قلت لك أنا راني تربيت. باهي أنت تحكي معي أنت توجهني في الكلام اللي أنا. لا لا ما وجهلكش الكلام يحكي أنا روحه. قلت أنت يا سي عبيد. كنت وزير قلنا فما بروجي. تعود تعمل هذا الكل يشبيه حتى الشباب معطل تعمل دو ترو بيرو. هذوما موجودة وعملناها وجربناها ونجحت وتخدم ناس كانت تحب تصلح وتخدم ناس وتخدم ناس وتخدم ناس. أنا أعتقد أنه المسألة تقدم عندي برشا مواضيع أخرى مش بإجراءات وقتية. هاي باش نحاول نكون موضوعي قدر الإمكان. نحاول حاول الإجراءات. أنا واحد من الناس ما نجمش نقول صلحوا لنا الوضعية صلحوا لنا الوضعية صلحوا، وكيبدا واحد يحاول يصلح الوضعية نقول له لا ها تصليحك ما جا شيء ابعد. أنا نرى أنه فيها حاجات إيجابية يا خويا. مثال شكركرة ستيغ هاي باش تنظر في مطالبهم، كان يربطوهم بالكهرباء ويحسنوا لهم البنية التحتية رغم اللي هذه نشك فيها خاطر هذا مش صلاحية الوالية، هذا نورمالمون المجلس البلدي هو اللي يتلهى بها. هزوهم للسبيطارات طلعوا على عائلاتهم مثالش، كان يعملوا لهم منطقة سقوية يصلحوا لهم ديارهم يعملوهم خط لنقل الأشخاص ويحاولوا المدرسة إلى معهد ثانوي. هذه بداية طيبة سيتان بون ديبو. نسمع في حكاية من بكري كي تصير حريقة يلزم المطافي يلزم أحرق. المشكلة في تونس هي أنه راه وقت اللي تصير حريقة يلزم جوست يدخلوا المطافي. هذا يكون وقت اللي تبدأ بلاصة مريقلة وقواعد السلامة فيها محترمة ولي برودوي انفلامابل من المواد سريعة الاشتعال محمية إلى آخره. لكن المشكلة اللي نحن أنا في رأيي عايشين عبارة في تونس عبارة عاملين باربيكيو في كيوسك، عبارة عاملين مشوى في كيوسك بتاع ايسانس ينجم يجي في تحرق نقولوا ينجم يلهب في اي لحظة، واحنا قاعدين نشوي وفي اللحم ونفرقوا شيخين ما عندنا حتى مشكلة. وسياسة دعها حتى تقع هي ماهيش توا ولا البارح، هي سياسة الدولة التونسية من محمد البوعزيز يلا يرحمه حتى التمساح البلفيدير حتى التو. واضح اي في الاثناء في الاثناء المجلس النواب نهار الجمعة برمجوا جلسة فيها 6 أسئلة شفهية لسي محمد طرابلسي اللي هو وزير الشؤون الاجتماعية. جوستومون دونك أنا مانيش فاهم علاش النواب يتصرفوا مع مجلس النواب جوستومون كأنه سونتر دابيل. نشوفوا مع بعضنا لابيل. أستاذ ابتسام غير موجودة. الأستاذ هيكل بالقاسم موجود غير موجود. الأستاذة جميلة دبش الكسيكسي تفضل غير موجودة. الأستاذ نور الدين البحيري أولا وآخرا. الأستاذ عماد الدايمي باه مش نامبوركي النواب اللي غايبين أولا وآخرا. تحسوا حاب يقول ألاونا على دوي ليه وعملها هي هذه جاي كريجي كسيكسي واحدة اثنين ثلاثة باه باه. دونك كيما كنا نشوفوا فما 5 نواب على 6 غايبين. دونك فما واحد حاضر. دونك المجلس الكل تلم، رئيس المجلس، مكتب الوزير، الخدامة اللي في المجلس، إيسانس وذو كذا، على مداخلة قايمة جدا، المداخلة الوحيدة. أصحاب المداخلة
أو التفاعل الشفاهي مع سيادته. تم النداء على السادة الزملاء ولم يحضر منهم أحد، لذا رفعت الجلسة. نشكركم معالي السيد الوزير على الحضور، ونتمنى لكم السعادة واليمنى والبركة. فلا خير مازالك حطك في الإطار، ماك تحب الإطار. هذه جلسة مش عامة، جلسة مسائلة شفهية الوزير. الوزير جاء وجاب معاه الناس اللي معاه، المستشارين نتاعو والناس اللي تخدم في الديوان نتاعو. ستة نواب طالبين اللي عندهم سؤال شفهي. خمسة غابوا وحضر واحد قال له مثال سي بون عندي الإجابة أنا على الأقل حضر. تفضل سي فتحي نقدم، خاطر اليوم سلموا النواب زادة وحكوا على موضوع الحادث. لا هذه نهار السبت قيدت في الليفر دي ريكور في العالم. أقصر جلسة عامة نتاع مسائلة. أي جلسة جلسة مجلس النواب نتاع مسائلة. دامت ثلاثة دقائق وخمسين ثانية بالضبط. معناها ستة نواب حضروا أسئلة. الواحد من أعضاء الحكومة اللي هو وزير الشؤون الاجتماعية، وقت اللي البلاد شاعلة وزير الشؤون الاجتماعية هو واحد من عسكر الحريق، يجيب الستاف نتاعو ويخلطوا البعض ويجيو سي وينهم جماعة الأسئلة؟ خمسة اللي وجهوا الأسئلة للسيد الوزير ما جاوش، والسادس قال والله السؤال نتاعي ما عنده حتى قيمة، ما أنا عندي ما عنده حتى قيمة، أعطاه إجابة جاوبوا كتابية، جاوبوني ديجا عليه. مش إهدار للمال العام هذا؟ مش إهدار للمال العام؟ مش عدم احترام للحكومة؟ سامحني الوقت ماهوش ريسورس اللي نورمالمون نستحفظوا عليها بطبيعة الحال. معناها علاش قلت لك هذا لا وهذا وزير، هذا وزير وزير شؤون اجتماعية راهو حاجة مهمة ياسر. مجلس رئيس الحكومة يلقي الكلمة فيه، مجلس ما خلاش رئيس الحكومة يلقي الكلمة فيه. هذا هو معناها اليوم القبة مع الاسف معناها وهذه يا سي محمود انا حاضر وما نعرفش شكون ما عجبتوش، انا حاضر شكون ما عجبتوش، قلت لهم انا بلاصه رئيس الحكومه ما عادش نمشي له المجلس. صحيح انا ما عادش نمشي له. مش على كيف انا على كيفي قانون. انا كجيت رئيس الحكومه ما نمشي له، انا نمشي باش نلقى العباد تشتم، باش نلقى العباد تتصرف بالطريقه هذه، انا نمشي باش نلقى العباد لا نمشي. مش معقول باش تولي رئيس حكومه مارق يلزم نسحبوا منك الفيقة. انا باش نولي رئيس حكومه في كل الاحوال، اما كان نولي رئيس حكومه باش نكون مارق على النواب هذوما اللي مش عارفين بالطريقه هذه. ما نجموش نلقاو حل، لازم حل الموضوع هذا باش نقدم على النواب. على النواب هذاك مرآة لواقع تعيس ما نلومهمش، سي ليماج دو لا ميديوكريتي امبيونت. كيفاش ما تلومهمش؟ ما تلومش نائب هذاك الرداء نتاع البلاد، هذاك الواقع اش يعطيك؟ فاقد الشيء لا يعطيك. اثنين وانا نشاطرك في الموقف. الاسئله في النظام الداخلي في برلمانات العالم الكل حتى المبتدئه ديمقراطية في افريقيا. انقد للصباح ما تهنيش كمواطن ساعه، بل ما نولي وزير ولا رئيس حكومه. نحترمك. حق احترام حق الاختلاف، ما تجيش تعمل له صابونيه كيما صار لوزير التربيه. نختلف معاه اللي هي ننقد المنظومه اللي هي التربويه فضيحه بكل المقاييس. حتى رد وزير التربيه ما كان زاد رد معناها ما والله فضيحه. وصلنا في ديارنا مع عائلتنا ما عادش نجموا نتفرجوا في البث المباشر نتاع مجلس النواب. هاو البث المباشر ايش عطانا اليوم نتاع مجلس النواب؟ دقيقه برك تفضل. أرياف تونس تضحي بشكمشة من السماسرة يربحوا في نفس الوقت على دار الفلاح والخدام والمستهلك التونسي، يعني كمشة من مصاصي الدماء يربحوا على كاهل 95% من شعب تونس. حب نشير كذلك إلى الاتصال السيء والكارثي لهذه الحكومة على خلفية هذا الحادث وهذه الفاجعة الأليمة، ومحاولة التفصي من المسؤولية وإلقاء التهمة على ناس أخرين. هذه الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها فيما حصل. هذه فضيحة في وجه مجلس نواب الشعب، في وجه الأغلبية، في وجه رئاسة المجلس، أن النواب يخوضوا في مسائل تم الشأن العام في غياب أي ممثل عن الحكومة. من الفضايح أن رئيس الحكومة منذ نقاش قانون المالية لم يحضر في هذه الجلسة العامة ولم يتفاعل مع مداخلات النواب. هذه حكومة الكوارث، حكومة الكوارث الوطنية الكبيرة. أنا نحب أتوجه لرئيس الحكومة
نقول له يا يوسف يا فاشل، ما يمشيش يعزي الناس الخمسة بتاع الصباح، لأنك ماكش قادر باش تحط عينيك في عينين التوانسة. يا يوسف يا فاشل، القضية مش قضية الناس توفت فقط، اللي جاء اليوم مش حادث عرضي، جاء في سلسة من الانهيارات الكبرى التي تشهده البلاد. يا يوسف يا فاشل، اللي خليت هموم البلاد ومشاكل البلاد ومشيت تعمل في حزب، وحتى في الحزب خرجت فاشل، ما نجمش تجيب حتى ألف واحد لرت لحد. سيد رئيس المجلس، هذا للأسف تحول الخلوة خلوة متاع جامع والله حسينية. احنا بدينا هذاك هو نقرأ الفاتحة، نبكوا مشوار، نغردوا مشوار، نفرغوا قلوبنا، وفي بالنا قمنا بالمطلوب وأنجزنا المطلوب. احنا في قبل اللي جانا السيد وزير التنمية، وزير البيع ومعناها الشؤون المحلية، بالفعل حسينا بالإحراج متاعه، لأن ما لقي ما يقول، معناها مجرد كلام بتاع ديكور، نعمله جلسة ونعمله تصورات وتخرج في الإعلام. هنا عملنا استراتيجية للنقل، وهنا حكينا على استراتيجية وطنية للنقل. واخر واخر ظهر البهيم وفاء، كذبوا علينا كذب وشبعونا بالأكاذيب في سيدي بوزيد، إلى درجة أننا مستعدين اليوم أنه نعمل كل شيء حتى ما عاودش يجي عاود يكذب علينا مرة أخرى. يزي أنا نعرف أنه كلامي هذا سيبوب في خانة التحريض على الحكومة. أي نعم، أنا أحرض على الحكومة، أنا أحرض ضد حكومة يوسف الشاهد، اللي ما شافوا منها التوانسة كان الغبن والغلاء والتسطر على الفاسدين والتسطر على الإرهابيين والفقر والبطالة. من تمثلون أنتم؟ يوسف الشاهد وحكومتك وإئتلافك للحاكم من تمثل في هذه البلد؟ ما تمثل حتى حد. كان المفروض لكم استقلتوا، وأنا أتحداكم أن ترفعوا الغطاء السياسي على هذه الحكومة، وأنتم تتحملون المسؤولية، وسيحملها لكم التاريخ، وستتحملونها أمام الله. هي اخترت خطوة على محدوديتها مهمة ياسر، وهي أنه التأمين الاجتماعي اللي باش ينطلق تقريبا يوم 2 ماي، وهذه لفتة مهمة توا احنا نزيد ندعموها بخطوات أخرى بقضية النقل. اسمع سامحني، راه مش في مدرسة، الناس كلها صباح في عقلكم، في عقلكم، في عقلكم، أنا باش نحكي ونعرف جماعة الكل تحب تتكلم في عقلها. أنا أول حاجة سأحب اللحظ الغيابات، هذه راهي جلسة عام، ماهيش جلسة تاع مساءلة وزير، معناها في حادث كيما هذا، في الكارثة اللي كنا نسميو فيها كارثة، هاكم شفتوا مخصة باش يحكيوا على اللي يصير، هاكم شفتوا عدد النواب اللي صار. باش نرجعوا بعد لدعوات اسقاط يوسف الشاهد وغيره، لكن حاجه برك نحب نقولها، نجموا ننقدوا في البلاتو هذا يوسف الشاهد وغير يوسف الشاهد، يوسف الشاهد ورئيس الجمهوريه وحافظ قايد السبسي ولده وحزب حركه النهضه وكل شيء، اما الكلمه اللي قالها اليوم عمار عمروسيه في المجلس اللي انا ما نجمش نعودها اصلا، كلمه ما نعرفش شنو كان يلزم يعمل، معناه السيد هذا هو اللي يلزم يستقيل من النواب وهو يسمع فيا. كما قلت المره اللي فاتت، ما عادش تتكلموا على الوزراء كيما نقول له ما عادش تتكلم اذا كان باش تقول كلمه كيما هذيك، تعرفوها انتم يظهر لي الكلمه مانيش محتاج تعرفها، اذا سمعتها نقول لكم بعد في الكوليس. ما تدخلش بالكل في اي حاله من الحالات. خلينا نبدا محمود، نبدا بيك. باهي، يعني انت قدمتني على جيل جديد من السياسيين، احنا نقول لك حاجه، احنا جيل جديد، هالخطاب الرديء وخطاب الكراهيه والعرك وتطيح القدر في البلاتوات من غير حتى مشروع كرهناه وتوانسة كرهوه، وهذا اللي خلى التوانسة مش تمشي تنتخب، وخلى التوانسة تكره السياسيين وقطع الثقة ما بين التوانسة والسياسيين. الناس هذه ما فهمتش اللي التوانسة راه الخطاب هذا ما يجدش عليهم ورديء ما يخلط لهمش. علاش؟ هما يحكيوا اليوم على الحادثة والفاجعة، يا نواب شعب اللي برشا نواب ما تنجمش تدخل لجهتها، فينهم نواب الشعب اللي عندهم المرأة الريفية قاعدة تتنقل لها قداش من عام قاعدة تتنقل، موندا الأول والموندا الثاني، فينكم؟ قاعدة تموت. فينكم؟ فينكم على الحكومة وضغطكم على الحكومة، لهي الفسفاسف والاتهامات والكلام البذيء، شنو مجلس الشعب نقولوا فيه الكلام الزايد، قاعدين والناس تتفرج، كما قال خونا ما عادش نجمو نتفرجوا يعني اليوم في الخطاب الرديء. وحاجة أخرى عم نقول، لا هو حد راه ما عاد يتفرج فيها، راهو الخطاب جلسات العام نعطيكم حتى العنف السياسي، حاب ننبه به، العنف السياسي راهو نذكروا في نهزنا إقصاء الآخر واتهام الآخر، يهزك للهراب
ويهزك الاختيالات ويهزك الثنية الغط. ربي نختم بحاجة بركة صغيرة صغيرة. سيد اللي قال ما يجيش نمشيو الصباح الناس كي عبد يقوم الصباح يوسف الشاد أو أول أولوية باش يكون غادي، يعني أولوية الأولويات. وأنا في اعتقادي نختم بهذه، 500 مرة ريفية عند تخت 500 ألف مرة ريفية على تخت اجتماعية إنجاز، تحسين مسكن إنجاز، وخاصة منطقة سقوية باش الناس تنجم تخدم في بلاصتها. حتى عندي أنا حتى يتم باش يولي إنجاز قدرة الإله يتم حاجة أخرى. دوركم دوركم باش تعرفوا المشكلة يا محمود، تعرفوا المشكلة دوركم يا محمود، تعرفوا المشكلة. اسمعني شوية، ما كنت تكلمت وتعطي رأيكم. المشكلة هي أنه الناس هذوما اللي جاوا حتى في الليكو وقالوا هاتوا باش نرجعوا من بعد، ما عادش ما ثقة. صحيح الوعود راهي من 2011 ماشي جديدة، الوعود من 2011 مش في الناس هذيا برك، واللي في السلطة اليوم راهو يتحمل مسؤولية أكثر من اللي في المعارضة، معناها يتحمل المعارضة. باهي، هل مازال هالمجلس هذا هل مازال يمثل الشعب؟ التونسي التعب بالسبان 9 سنين طيح حكومة خرج حكومة، 9 حكومات 7 رؤساء حكومات الوزراء رقم قياس 200 عملنا شي حاجة برازي بحكومة ألمانيا قدامها الجبال متاع المشاكل الموروثة راهو مش من 14 جانفي من قبل الواقع هذاك نعرفه في حافوز وفي الوسلتية وفي القروان بالستينات والسبعينات. شكون هاد العباد؟ انا هاد العباد بال 400,000 موت الشغل، انا هاد العباد بالحريه والكرامه هذاك يا معز نعرفوه. انا هاد العباد اكتشفنا شكون عاود هاد العباد توا سامحني في سليانه اكتشفنا الكوكب مارس هذيك تونس. تونس وعدت هذيك تونس، اخرج من هنا 2 كيلومتر من العاصمه باي. تشوف هاي عباد ما سمعناكش برشا سامحني كيف تسب الوزير ولا رئيس حكومه ما حلتش المشكله راك سي عبيد. الديمقراطية عندها بعدين، نحكوا على الحريات وتسترى، ما ثمش ديمقراطية مع البطون الخاوية، هذا في التاريخ بطنه جعانة وما عندوش ياكل واموره تعبانه وقل والله تمتعنا بالحريه. شو نعملوا لهم؟ هذه جايك انا عرضتنا في الشارع، انا تو مره عرضتني قالت لي شو عملنا بها التعبير هذا؟ انت اللي انت المستنفع بها انت واصحابك. احنا ماناش متفقين بها الديمقراطيه هذه، معناش ماناش متفقين بها ما يعمل بها هذاك هو اللي يقولوا. انا قلت لك البطون الخاوية هذه معروفه مقوله كبيره. الحريات الديمقراطية عندها بعدين، بعد سياسي بعد اجتماعي. الاجتماعي ما يمشيش، السياسي ما عادش عنده دور. برا يجي للشباب قول له انت حر، انا حر، انا عندي 10 سنين بطال، شنو هي الحريه اللي تحكي عليها؟ انا ما لقيتش كيفاش نخدم، شنو هي الحريه؟ لو وجد لي على حل وقتها قول لي تستمتع بحريتك الفعليه. قلت من بكري حاجه مهمه، انت برشا حاجات قلتها مهمه عشان نفهم. قلت راهو البرامج وينها؟ هكا الدراسه قاعده تحضر. باش يجبدوا البرامج بتاع الحساب اللي ترشحت. ما تحقق من البرامج لا يتجاوز 3%. ما نحبش نقول شكون عملها الدراسه، حضر باش تخرج. يا سيدي شبك الدستور عمل الدراسه شاف البرامج ما ثمش 3% من اللي تحقق. اشنو اللي صاير سيدي؟ كل واحد خلى وضع البلاد، ترى عطيوني الخلافات بين اللي يحكموا مع احترامي ليه وجابهم من الصندوق مبروك عليه. شنو هي نقاط الخلاف؟ نقاط الخلاف كل واحد ولا يلوج على اصل تجاري في التاريخ. وين الاصل التجاري؟ مش البرنامج. واحد يقول انا بورقيبه وبدا رغم انه نعرف شنو صار البرقيبه وقت اللي تنفى غادي شكون تكلم عليه. خلينا هذا ايش عندنا فيه. مش واحد، واحد يقول ستة ولا سبعة يا سيدي ولا شعنا لا هو كان واحد حقيقه حقيقه هما كان واحد ولا الكل كلها برقيبه. شروع تونس بورقيبة رجل عظيم، حتى جاء وليد جلاد غادي قلنا له انتم شكون؟ قال انا ولد بورقيبة. هو عبير موسي بن بورقيبة وكل ولد بورقيبة. ماني ما تكلمش برشا، اعطيني شويه هذا اصل تجاري ولا سوبر مارشي ولا فرانشيز. المهم المشكل مش غادي على برشا حزين. المهم عندها مرجعية دو جول في فرنسا. برشا حزين. لا مش كيما اسمعني نقول لك، لا مش كيما كلهم مش كيما بالاوبورتونيزم هذا. نكمل هذا على السطح. خلي كمل، ما تكلمش برشا، ما تكلمش. دوغول حاجه اخرى، بورقيبه وقت اللي تحط في المنفى في المونستير حتى واحد متكلم سكتوا ولا ايدوا، اما قالوا الله احد ولا سكتوا. واحد تكلم، واحد تكلم، واحد شعلنا فيه يا سي عبيد. الزنازه نحكي لك على الزنازه. طيب انا بغيت نحكي لك على وينكم وقتها السيد الرئيس هذا اللي هز رايه البرقيبيه ما مشاش لتفينا. الاصل التجاري ثاني، وقلنا حاجه قلت منصف المرزوقي مشى لتفينا اللي بو يوسفي مشى لتفينا. الاصل التجاري ثاني، الاصل التجاري ثاني اليوم ولت العوده البن علي ولا هو القدوه، لانه الوضع سيء جدا رغم انه نعيشوا تو نتيجه منظومه سابقه. هذا ولا يلوج على الغادي. الثالث للاسف باش يجي يقدم برنامج يقول انا خالي حسين بن عمار.
دونك الناس وين ماشيه؟ تلوج على اصول اخرى وما يجيش مكبل معالجه المشاكل. قول لي شنو الحلول تو نعطيك موش وقتها تو نقول لك شنو الحلول. تونس تحتاج الى ما يلي. واش تحتاج تونس في جمله واحده؟ تونس تحتاج الى ما يلي، الى اجراءات عاجله فيزيبل تبدا من فوق وتنحي، وانت هابط له تسيبهم الزول ما عادش عندهم. ابدا من غادي يجيب هذه العاجل. ازرب شويه ثابت يا سيدي، تحتاج الى تضامن يمكن نوصل المنطقه العكالي سمير توا خاطر هذاك حيني، تضامن وطني فعلا بتضحيات مختلفه، وابدا ضحي من غادي ما تبداش بالزواوله. ركح اللعب، رجع الثقه، ويجا وقتها نحكيو في الجراند ريفورم. وانت تحكي على الحنين لبن علي، وانا رافض انه في البلاتو هذا يتعدى اي شيء على الموضوع هذا، يمكن هيثم احذر في وقت من الاوقات. وقت اللي جبنا الرضع عائلته طلعوا في البلاتو وقالوا وقتنا، وبيحيى بن علي مش مصورين مقدم السبيطار في البلاتو وسنسرناه. كي مشيت لايطاليا خدمت مع المهاجرين، عندي تصور كل وقفوا لي كلهم في فيتوريا هذوك اللي في الواحد، وكلهم هزوا علم تونس وطلعوا يحيى بن علي، ونقعد نقنع فيهم راهو مش هكا راهو مش معنا. لا لا ما تحكيش معنا. ثلاثه كيف كيف في الحادثه نتاع السباله، سي سعيد الزواري مشى وشاف الناس وعندنا ناس تصيح وكلنا نحيناهم من المونتاج. وهذايا كيقول الكلام هذايا هو كلام كلامك انت، هو فشل حسب رايك هيثم، هو فشل النخبه السياسيه الحاليه وفشل الوعود الكامله الكل اللي تقالت. الكلمه اللي تقالت واللي قعدت لهنا اسمعها مليح سي عبيد، اسمع الكلمه اللي قالتها المراه. هني عارفه روحي مش مادامني طالعه في الكامينو هذاك راني نشوف نروح شوف ما نروحش. عارفه روحي ميت. همني قلت لك نضحي حتى ب 5000 فرنك. 5000 مساعدة اختي مش ب 10000، انتوا بتحكيوا على 10000 اللي هي شويه. هي قالت ميساج اكبر ب 5000 مساعدة اختي. شو عملت سيد احمد اليوم بعد ما سمعت المراه؟ اليوم حبيت نمشي نعرف الفلوس وين ماشي. هبطت للشارع نسال في المواطنين كان يعرفوا مثلا رئيس الجمهوريه التونسيه قداش يخلص وكيفاش تصرف الجرايه نتاعو. رؤساء الجمهورية التونسية اللي تذكروا. رؤساء الجمهورية بورقيبة، فما هذولي المزالي قبل. بورقيبة بن علي وسبسي. عندك منير الحامي، قيس لوسيف، أبو بكر المحمدي، سمير لوسيف. الحبيب بورقيبة. بن علي. فؤاد المبزع. ما هو بدا سي بورقيبة وبعد الزين وبعد سي بلاجي هكا هو بورقيبة وبعدها بن علي وبعدها فؤاد المبزع وبعدها المرزوقي وتوا الباجي. قداش يخلصوا هذوما؟ يخلصوا زعما يخلصوا كيما نخلص انا في 400000. هو قداش حسب رايك؟ هو التريبل والتريبل والتريبل نتاع الملايين. 17 في الشهر عليك نور يم قولك انت 17 مليون مدى الحياة شنو يعملوا لك؟ 17 مليون مدى الحياة يا ابو قلب 17 انا يعملوا لي دار وكهرباء ونشري ديار لبناتي ونشيخ ونبدا نشتح. نفكر اللي الناس اللي وراي اللي تعبين برشا، مش نخزر قدام، نخزر اللي وراي اللي تعبين برشا، نعاون بهم الشعب التاعب برشا. برشا حشيت ما نجمش نتفكر حتى. نجيب معتمديه نسميها باسمي يجوا بحذايا ينساوا الفقر، صدقني انا نجم نسيرها. الساعة شهر اللي ياخذوا فيها الرؤساء هذوك ماهيش معقوله، واللي ياخذوا فيها تو في مجلس النواب هذا مش معقوله. قاعدين ياخذوا فيها فلوس نحن هذيك، انا خلص فيه وانت وغيرك. شنو فلوس الشعب هذيك. تكلموا به تقدم به قضيه. شنو نعمل فيهم؟ كل شهر معناتها نموت زيادة، ما شدتش في حياتي ما شدتش مليون تعمل 17 مليون. دونك شو عملت بعدها؟ حسب بيتاغور مشيت عملت الحسبة هنا، فؤاد المبزع 55 شهر في 30 كيلو و45 شهر في 17 مليون. لا فسر لنا علاش مرة 30 ومرة 17؟ خاطر في جويليا 2015 تبدلت الشهرية كانت 30 مليون ولات 17 مليون. باهي احنا سبسي بدلها. هاي باشي قاعد سبسي هاي. بعد ما عاش بها هو 7 شهور من بعد تبدلت. دونك فؤاد المبزع 2 ملايين و415 ألف دينار، معناها بالمليمات 2 مليار و415. منصف المرزوقي 43 شهر في 30 مليون و45 في 17 2055
زوز مليارات و55 مليون. البيجي قائد السبسي 975 مليون. يعني 975 ألف دينار. ذي الكل كيفاش نبزع أكثر من المرزوقي؟ على خاطر يقعد حتى لليوم مازال ياخو. حتى المرزوقي مازال اليوم ياخو. كيف كيف؟ وشد فترة أطول منه برشا. هو أول واحد بعد يا هيثم ظهر فيك كنت ضعيف المات. أي أي خلنا نفسر لك كيفاش. خلنا نفسر لك للناس ونفسر لك. أول حاجة أنه رئيس الدولة يخلص 30 مليون ويقعد يخلص مدى الحياة 30 مليون. فات المبزع قعد أكثر ياخذ في 30 مليون. 10 أشهر وبعد قعد يقعد اليوم. والآخر توتال. الكل توتال. استنى عاد خلنا نفسر لهم راهو مدى الحياة يقعد يخلص 17 مليون. مدى الحياة. مدى الحياة. قداش وصلوا؟ وصلوا توا حتى لليوم 5 مليارات و 445 مليون. بين ثلاثة أشخاص لا إنجاز يذكروا لهم. هذا موقف سياسي، أخطأك من المواقف السياسية. دقيقة برك نكمل عاد. رأي ما يسالش باهي. دقيقة نكمل لك حاجة. هذا رانا ما نحكيوش على الامتيازات. راهو هذه شهرية برك. سي سا. اثنين راهي شهرية يقعد منها نسبة كبيرة ياسر بعد الوفاة. وراهي كيف كيف تمشي للصغار بتاعها. لا وفما زاد وستتوارثها الاجيال معناها تخيل انت 5 مليار دوات استنى معز و 445 مليار لا كان نزيد الامتيازات كان نزيد الامتيازات تزيد تطلع الفاتوره لو خد فما سائق وسياره مدى الحياه العلاج ليه ولعائلته في المستشفى العسكري مدى الحياه سكن سكن السكن زاد كيف السكن كيف ايضا باه انت كيفاش تقنعها تو انا المراه هذه ما تحبوا الشعبويه تحبوا الشعبويه سميوها الشعبويه هذوما ثلاثة رؤساء من 14 جانفي اليوم أنا كيفاش نقنعك اللي تاخذ في 5000 أنهم كملوا كم كلفوا خمسة نفس الرقم مليارات هاني نقصت 445 مليون قول هذوكم مستحقاتهم حقهم ياخذوهم بطبيعتهم كيفاش نقنعها أن المرأة هذيك تو؟ لا المرأة قالت لك أنا على 5000 نطلع في الكاميونة ما نعرفش روحي باش نروح ولا مانيش باش نروح على 5000 على 5000 لا قالت مستعدة على خمسة بعد مستعدة على خمسة 5000 ناخذ الكاميونه ما نعرفش روحي نروح انا مش باش نروح انا نتصور المراه هذه مسكينه لو حطوا لها الفيشه نتاع الضوء ولو خلطت الضوء نهار اثنين يخلط الضوء مش مشكل ولو تتفرج في دراسه المطار تسمع الخمسه مليارات تو تقول كما كان يقول رئيسنا السابق احترمه برشا سي منصف المرزوقي نندبهم 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 هو ما حسبش حاجه اخرى أي. معناها بالله اذا كان تحسب مليح احسب لنا عدد المستشارين في الحكومه الكل وشوف لنا لي زومبلوا فيكتيف لا لا راني مانيش ناجم في الحكومه كنت فيها كنت غادي فيها تحكي لي انت شبيك اليوم ناوي تقاطع يا سيدي انا كنت في الحكومه أي. ومشيت منها لاني ما عرفتش نخدم معاه ونجبد لكم الاس ام اس نتاع الاستقال دونك خليك ركعة انا خرجت منها باش نقول لك علاش لانه لو لازم تقيدها باش تخدمها انا نجبد بلف من هنا مستشارين برا عمل حساب شوفهم لا قول لنا انت خليه يعمل حسابه هو لا هذا يولي مسترسيل ويرجع للرقد الرسمي تو بالوحده بالوحده يا سيدي يسموهم هذوما لي زومبلوا فيكتيف كان جاو مستشارين ويخدموا وظائف وهميه معناه بالضبط وظائف وهميه ليش؟ لأن طبيعة الحكم سي عبيد بنال هذه راهي طبيعة الحكم تقول فيه بنال اي هذا بنال دي زومبلوا فيكتيف اي لا لا خاطر بحذاك زوج محامين بحذاك زوج محامين بحذاك زوج محامين لا كلمة التيرم جريديك ثم مستشارين انت مرة عديتوا هنا يظهر لي بلاتو تسأل على واحد باش يخدم تخلينا تو تخلينا من في التحوير الاخرين وزراء مشي وكلهم بعدك مستشارين انا ما دخلتش في هذا طبيعة الحكم اللي فيه حكومه ائتلافيه يقتضي التقاسم وكل واحد يجيب نتاعه هذا هو اللي صاير تو 41 وزير ما هوش هذا التوصيف وانا من اللي خرجت قلت احترم الناس هذوما وربي ان شاء الله يعاونهم ولتو نقول في الكلام هذا لكن مش معناها باش تسكت انت تقول لي شعبويه اليوم وانت تتكلم يقولوا شعبويه دقيقه خالتي سي محمود ما خذاش الكلمه ونرجع لك سمير الناس اللي خرجت تعمل في الخطاب السياسي ثم حاجه اليوم عندنا قانون يمنع التجاره بالعبيد اما يلزمنا قانون سي معز يمنع التجارة مشاعر الناس فما النواب اليوم التاجر مشاعر الناس علاش؟ شو أقول لك مش كلام خاطر نهار اللي صارت يعني مش الفاجعة الكارثة تاع الرضا وصارت البلاد وصار نهار اللي جاء رئيس حكومة باش يحكي على 500 مليار من فلوس التوانسة ولا أكثر باش يتحطوا في الصحة بالكش ما عندوش حق بالكش ال 100 مليار دول لازم تحطوا في بلاصة أخرى النواب اللي خرجت اليوم وتحكينا على الانسانيه ما خلاوش يعمل جلسه باش يناقشوا في الموضوع هذا. اثنين بربي حاجه اخرى
نجيو شو سهل اجي تهجم على القضاء سب الدوله لك فما حاجه قاعد يصير ثوني متابتو مش قرادين بالكم فيها اليوم فما حمله انتخابيه ونستعدي في برامج تعرف السياسيين ما قراوش قانون الماليه الجديده تاش يقول قانون مالية جديد لا دقيقة كلمة يقول اللي الحكومة تعمل قانون مالية على 3 سنين يعني الحكومة الجاية مش تبدأ هي ما تنجم تعمل مراجعة على القانون المالية إلا بعد 6 أشهر إيش قاعد يصير قدموا محمودة هاني قدم قاعد يصير حملة انتخابية وبرامج اللي هذا ما قراوش حتى القانون تاع المالية ومعايا إنه أول واحد يعمل في الحملة الانتخابية ومهتم ب 2019 هو السيد الرئيس الحكومة كان يخدم يعمل في الحملة الانتخابية وكان شخصيا مرات 5000 هذيك كان عندها ضوء في دارها ويمكن ولا تقولوا لها باش تسمع تو بأنه تكلفة 3 رؤساء في 8 سنين تكلفت 5 مليار دويت ونص النص قولوا هذوكم يستحقوهم باش يخلصوا فيهم قلنا مثال اسمع بالسفرات تعملوا تروت للسبالة السفرات من 5000 5 مليارات والله تروت توصل اما تعمل مستوصفات وتصلح مدارس تنجم تصلح برشا مدارس ما عندهاش شبابك في تونس تنجم تصلح برشا مستوصفات ما فيهمش ليغون ما فيهمش الواحد بالله خنزيدها في طار شعبوية خنكملها كل ما بعضها ونزيدك نصرفنا عندنا 37710 سيارة إدارية عام 2016 زدنا 11401 معناها زيادة كل عام زيدوا 1628 سيارة يا سيدي مثالش صح عليكم خذوه نسبة إهدار الوقود 25% شي يقول لك ذيرا وتقرير دارت محاسبات مش جايب من راسي في حال تعميم في حال تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد فإن قيمة الوقود الممكن اقتصاده 3 مليار دويت في العام يا سيدي كان نحطه 2 مليار دويت في العام من 2011 مش 3 قد جاءوا هذا مسي أنت تحسب عاود لي 2 مليار دويت في العام من 16 هذو ما سيدي 16 مليار ولا 23 مليار يا سيدي هاك مش كنا نبداو برواحنا قبل من وترى الناس انه باش تنجم تقنعها نتاع 5000 نبعثوا لاعانات لامريكا شوف هاي سيدي تفضل الواقع هذايا واقع صادم و المناضله هذيك المراه هذيك عندها الحق كيف تقارن عندها الحق باش تتكلم وانا نؤمن بالقدوه ليكزامبل والدوله مش الحكومه برك الدوله بالمؤسسات نتاعها ببرلمانها بمؤسساتها الكل بالهيئات الوطنيه الكل لازمها تعطي القدوه والمثال احنا نسميوه لو تران دو في دو ليتا نمط عايش معاها بالعربي بالله نمط عايش ريت هذيك نتاع 5000 نمط عايش الدولة حتى هذه نمط عايش الدولة والله لا تفهم كيفاش تبدا احكيها كيما يلزم تفهم نتاع الدولة كيفاش تعيش هاي هكا خي كيفاش تخدم الدولة كيفاش تخلص الدولة اكراها بالدولة قصاص الدولة بنوات الدولة فهمتني هذايا يلزم لكن تقول لك سامحني يلزمنا نعطيو المثل والقدوة لأن التضحيات مش خطاب ومش شعار التضحيات نقسموها ويا معز أنا راني نكره الخطاب باش تقول الحزب هذا هو مسؤول ولا رئيس حكومة مسؤول ولا رئيس جمهورية مسؤول ولا أوباما مسؤول حتى حد ما عنده باكيت ماجيك يلزمنا نثنيو الركبه شوف سامحني الناس الكل شكون احنا نثنيو الركبه الناس الكل توانسه لا نحكم في الليل سامحني احنا كمجتمع مدني نجموا نعملوا حاجه كمؤسسات انا مش مجتمع مدني وانت مش مجتمع مدني يا سي سمير سمير راك سمير كملت اكثر برا لا لا خذيت الكلمه معنا كلمه كلمه برك في كلمتين فلقت مبدا المحاسبه مبدا المحاسبه فلقت وهذا شي ما نقولوش رئيس حكومه مسؤول رئيس الدوله مسؤول ومسؤول فلاني مسؤول من شكون اللي مسؤول ما فهمش الناس كل الناس كل عنده جزء من المسؤوليه صحيح اما مش كيما المسؤول مسؤوليه السيد اللي قاعد من تالي كيما السيد اللي في يده الفولون راه فما فرق بعيد ياسر مش كيما مسؤوليه السيد اللي عنده جهاز الدوله الكل الامني والاقتصادي والاداري
واللوجيستيك وعنده القدرة على أنه يقرر وأنه صلاحياته تخليه يتحكم في كل شيء في البلاد، كيما المواطن اللي ما ينجم يتحكم كان في روحه وهو ماشي يخدم ولا ماشي يروح. دونك مسؤولية بين السماء والوطاء. الحكاية هذه متاع الشهاري للمسؤولين إلى آخره، صحيح هي مسألة متاع إكزامبل كيما قلت أنت، لازم الناس تعطي الإكزامبل. معلومة في نفس الإطار. تفضلوا خليني نكمل. معدل الأجور تاع فرنسا مثلا صحيح، وتاخذ رئيس الدولة نتاعها، تاخذ أمريكا معدل الأجور أمريكا يخص ياسر، باخ ناخذ فرنسا ولا تاخذ البي سكندناف كل على بعض، راهو تونس باش تجي من أول الدول في العالم في الراسيو. أنه كي تاخذ المواطن ما فماش تناسب، معدل الأجور في تونس 500 دينار يظهر لي، ورئيس الجمهورية 30 مليون. دونك هذاك علاش الفرق كبير ياسر. هذاك علاش عدل فيها البيجي قايد سبسي، وحتى يوسف شاهد وقت اللي جا نقص في شهريته وفي شهرية الوزارة نتاعو بنسبة قليلة. هذا صحيح فما برشا تبذير في الدولة، هو عطيت اكزامبل انت بدائرة المحاسبات فما تبذير، لكن زاد ما يلزمش نقولوا انه معناها لو فات انه الوزير يخلص 4 ملايين في تونس راهو حتى شيء، راهو باش نكونوا واضحين مع بعضنا. المشكلة انه اجور الناس كل هابطة، مش انه اجور المسؤولين بركة مرتفعين. المشكلة في عدد الوزراء، تحب رأي فوالا انا كي نعمل حكومة مش فيها 41 وزير، قداش من وزير وقداش من كاتب دولة وكل واحد فيهم قداش من مستشار ومكلف مهمة واكسترا. شنو هي المشكلة؟ المشكلة هي انه راه وقت اللي كانوا يقولوا الوزير مثلا لازم يخلص زوز ملايين، شكون باش يولي يحب يولي لك وزير؟ تي ما هو اللي مستحيل يخلط على زوز ملايين في شهريته، الكف مازال فما حد كفاءه باش يقبل يسيب لك بلاصته في البريفي اللي يضرب فيها في 10 20 مليون ويشد لك وزير. لا لا ما نعرفوش ان الوزير ولا يطلب في الشارع. واضح باهي من الفيديوهات يجيك مباشره سي محمود، من الفيديوهات اللي انتشرت ياسر من نهار الاثنين الفرد هذه الشهادات نسمعها بعضنا بانجيك ليك انت سي محمود. وزير الداخلية جاب معاه مدرعات فهمتني، جنان جي نحكي معاه وجاش يدز فيا، معناها بعث لي وزير لاش باث وانت لهني لاش باث والوزير ما سمعش حتى واحد اشبيه شنو حاجته وصل شبيه العباد هذه. اسال على الكارثه كيف صارت، قالوا انا راني خارج للضحايا مانيش خارج للمواطنين الاخرين اللي كان طايح عليهم الديار والجيع ولا شكون هذا اللي قالك؟ هذا رئيس الحكومه في روحه يوسف الشابي ولا شو يسموا فيه ما نعرفوش. وقت تقول لي انت وقت جاء اليوم انا رئيس الحكومه اليوم يوسف الشاهد وعد وعد وما ثمش اللي هي بين اللي راه مش نقول لك اللي هي راه ما ثمش فيها. قالنا مش تجيك مكار، ريت مطيش في صفاقس مطيش في سوسه، هذه مش تجيك مكار تو تو تلزم الدور كل واحد يمشي ليه. اي قال ما ثماش وما ثماش ما ثماش طاح الليل ما ثماش. محمد اكد لك مره اخرى سي محمود بانه معلوماتك غالطه، لانه هذا يتسجل نهار الاحد في الليل والكار تحركت بعد الحصه، تحركت نهار ثلاثه والا نهار الاثنين ما مشيتش. تفضل سيدي السيد رئيس حكومه ووزير الداخليه بصفاتهم وليس باسمائهم لان ما يهمناش فيهم احنا، اسمهم اسمه الشاهد ولا غيره، يمشي يتحول في زياره سيدي مرحبا به السبعة متاع الصباح 8 متاع الصباح 5 متاع الصباح يمشي وقت اللي يحب. وخمسة متاع الصباح تولي زدمة مع الزيارة. لا هو مشى 8 هو مشى 8 خرج 5 وصل ل 8 معناها قام بكري باهي قام بكري باش مشى يشوف. خدم على روحه. باهي. ما ينساش يقوم بكري باش يخدم. لا يخدم على روحه ربي يعينه ربي يعينه حتى حد ما قالوا. أنا المشكلة الناس هذوما مش هذيك. مشكلة الناس هذوكم أنه أولا مع وزير الداخلية يحب يحكي مع وزير الداخلية ما يخليوهش يحكي مع وزير الداخلية. ثانيا رئيس الحكومة كيقول له إجا تفضل شوف الدار يقول له لا ما ندخلش. لاني انا جاي للضحايا. وثالثا وعد بكار ما جاباش الكار هكا حكيت عليها. اعطيني وزير الداخليه تونعطي سي فتحي يحكي عليه، احكي لي فقط على السيد رئيس الحكومه. انا اللي نعرفه اللي الناس اللي يرحمهم 12 عبد من عرش واحد 10 عرش الخضراويين هكا يتقال كي مشى حاب يتلم. هذا اللي نعرفه راهو معلومه يعني نزيد خذوها من عنده هو اسالوه. جاي باش يتلم مع الناس الكل فرد بلاصه ما يحبش يمشي لحد ويخلي كانه فما برشا اهالي فهمتني. وحاجه اخرى لازم نعرفوها، المنطقه هذه وانت جبت عليها مقبليك يمكن في بعض الكيلومترات فما لها وراه. وثاني حاجه ثانيه ما نساوش الحرب في ليبيا راه على 25 كيلومتر من الحدود التونسيه، يمكن فما اجراءات امنيه مشتته. انا نعرف اما تفضل اسال وقول على مش خلت الديار. انا نعرف قبل الاهالي الكل هذا اللي نعرف. عايز جاي فما شكون تعليق على الكلمه ذا لانه انا زاد عندي تعليق. تفضل. تعليق صغير صغير من فضلك. صغير كيف كيف مش محاضرات وواحد تعليق. اي نحيي نحيي سي محمود فريمون من الشباب تبارك الله عليكم. احنا لهنا راه مش باش نحكي على الحكومه، تبقى تو عمل ديراباج خطير جدا مع نسف. انا معجب بك لكن عمل ديراباج خطير لا اقبله. الارهاب الارهاب سيد رئيس الحكومه 25 متر على الارهاب
مش صحيح. مش جلبنا لا مثالش صحيح معز اللي قالوا كله صحيح. شبيه رئيس الحكومة بشر واللي يسكنوا غادي وعايشين غادي ما همش بشر؟ معناه جاي على 14 ساعة خايف من الإرهاب اللي غادي خايف من ليبيا على بعد 25 كيلو واللي ما عاشش غادي وزير داخلي اللي حكيوا عليه مش رئيس الحكومة لا رئيس الحكومة لا لا حكيت لك عزوز أنت قلت رئيس الحكومة وقام بكري وفسرت لك اللي وقام بكري هاي سيدي شوف شوف باش تكونوا الامور واضحه وحاضرين الناس اللي حضرت رايت كلمه شهاداتهم راه مش انا جيت والا سي هيثم والا عربيه اللي كانت حاضره وقالوا راه السيد رئيس حكومه ما خلاناش مش انا اللي تكلمت هذا مواطن نتكلم وقلت قبيله وعلاش نتكلم عائلات الناس اللي ماتت والمراه ولدها مازالت كي دفنته وجات تحكي في الكلام هذا والسيد قدامها صارت الحكايه انا تعرف شنو اللي حاجه اللي ربما نحب نفهم نحب نفهم كيفاش العباد تجم تتصرف في وضع كيما هذا في الوقت اللي كان يتعدى فيه هذاك الناس متولى صغارها كوارث الناس في السبيطارات في الاستعجالي الحاجة الوحيدة اللي شدوها من الحصة وبقدرة قادرين تحركت في 4-5 صفحات مع بعضها ورات فيديو تقول فيه بأنه رئيس الحكومة حكى مع المواطنين وإحنا ما قلناش ما حكاش مع المواطنين إحنا قلنا ما حكاش مع الناس الكل ما حبش والناس الكل قرب لبعضهم في نفس التوقيت واحنا ما قلناش راه حتى هذا ما قلناهوش قالوه هما قالوه هما باهي يا سيدي تعرفش كيفاش احنا الناس هذوم هذوك ما كان الوليد الصغير هذاك اللي قال وزير الداخليه ما خلانيش والمراه اللي قالت راهو رئيس الحكومه ما حبش يحكي معي احنا يا سيدي هذوكم حب نعترف بانه قالوا كلامهم تحت التهديد باهيش مالها وسائل اعلام اخرى شنو قالت يا سيدي ترى بالكش هما زاد تحت التهديد وكي جا يوسف الشاه دارس موجود لهنا كي جا ما خلناش نحن باش نشوفوه يوسف الشاه ما شفناش نشوفوه كان في شعره فوق ما خسرناشو ما خلناش نتكلم اللي جماعة العامل عملوا كما هاد كنشوف باش نحكم معاه كما هاد يا ابن الحق ابن الفدس حبينا نحكم معاه ما خلناش نشوفوه ما تخلش يوسف الشاه شو صور الدري هذي الدري هذي ما كلمهاش ما حكاش معاه وما شافهاش وجيه مزروب حتى الديار معناها موعد بشيء موعد بشيء قالهم العشيه يجوكم ثلاثه كيران باش تمشوا تطلوا على المرضى نتاعكم العباد قاعده تستنى معناها من جي كارل تهزم البوزيد وكارل صفاقس وكارل سوسه الاربع ونص تاع العشيه ونحن نستنيو ما جاتش حتى كان سي سمير والله هاي مش انا اللي قلت لا لا شوف بخلاف هذا ما فما ناس اخرين ويتقال اكثر من هكاك ما يحس الجمره كان اللي يعفس عليه وقت اللي انسان يفقد فلد كبته ومرته وولاده عظم الله مصيبة الموت يقول ذيك صرخات غضب صرخات ألم وعايشين وضعية موت على طول الساعة إيه هاو الكلام وكي نمشي أنا رئيس الحكومة ما نسمعش الصرخات بتاعها مذومة بربي ياسي ولا وزير الداخلية ولا وزير التشغيل بربي توا سمحني أنا راه مشكلتي مش مشكلتك مش مشكلتك ما عنديش مشكلة اسمها زيد أو عمر أنا ما عنديش مشكلة وما نشخصنش أنا الأمور لا 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 أنا عندي رئيس الحكومة وقلت بصفتي نحاولوا نكونوا أوبجيكتيف كل كل سؤال لشيف دي جوفرنمان هي هذا هو طلب منك أنت سامحني 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 أنا نحاول باش نكون موضوعي فما مأساة البارح دفلت مش البارح بولات تطرية البارح الأولى البارح معناها 24 ساعة واليوم وغدوة واللوعة متواصلة فهمتني هذه حاجة الناس هذوما شو يستناو توا في الصحيح الرسمي الاقلاع بهم تحسين وضعيتهم اجراءات ملموسه باش يخرجوا من وضعيه الموت البطيء اللي عايشين فيها توا عقود راهو اخويا معز وسنوات هذا هو الصحيح بطبيعه ما جاوبتنيش على سؤال ماكش بتجاوب تجاوبني على سؤال اعطيني سؤالك يا سي معز شنو سؤالك؟ شوف شنو سؤالك؟ ما جبتيش قلت لي التعليق على الفيديو قلت لك انت ما شفتش الفيديو شنو هو؟ الفيديو يقول بانه السيد رئيس الحكومه رفض بانه يحكم المواطنين الفيديو يقول بانه كي تقرب المواطن يمدوا عليه السلاح الفيديو يقول بانه رئيس بربي سامحك اش مشى يعمل مالك؟ شو مشى يعمل؟ اسالوا لي هو مش مشى يعمل مواطنين ولا اخرى قبل لا حكي مع مواطن لا مواطن هذاك مواطن ولا زوز يا اخي هو كي يمشي سامحني يا سي معز اسمعني خليني راهو شنو اللي متهم راهو هذاك واجب الدوله مش مزيه سامحني مش مزيه هذاك واجب الدوله باش تمشي ساعه اولا تتعاطف وتتضامن معاك الماساه هذيك وواجب الدوله ثانيا مش مزيه
انك تعالجك الاوضاع هذيك نتاع تونس الاخرى المختلفه. هذا هو البريز امبورطون. انت مصر كان ما مشاش اسرائيل لا تجيب اصلا على السؤال. وافضل اني نمر للي بعده. المر اللي بعده شوف شوف المتحزبين انا فهمت علاش العباد ما عادش يتفرجوا في التلفزه. تو فهمت علاش نسبه المشاهده هذه باش تكون ضعيفه على الاخر. لانه لا اعتذار ولا واحد يقول ما كروش ولا واحد يقول اي غلط ولا واحد يقول ماهوش معقول. شو تقول لي دقيقة فقط دقيقة فقط دقيقة فقط نحكي لك الناس قالت مش انا اللي امتلكت الحقيقة. عندي شاهد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تكلموا كي يجيبوا لك شاهد آخرين اللي يحكي مع الناس شو تعمل. هما 10 عائلات يقول لك كل راكم تزيد كل فزعة يا رسول الله 10 عائلات صارت يا سي سعيد قش من دار فيها البقعة يا زي سي معز واصل المفروض ربعتيني سامحني 15 عائلة فيها اعطيني خذ الكلمة 15 عائلة سامحني انا اولا بالنسبة سامحني شكون المسؤول والناس كل اللي تسكر دقيقة سامحني اسمه الدوار خلينا نكمل ساعة دقيقة اسمه الدوار دوار سبال دوار سبالة ها بالضبط الدوار شو اسمه تحب تعمل لي شوكة اكل اسئلة اكل اسئلة سبالة اولاد عسكر لا لا هاك ماكش عارف لا البلاصة اللي صار فيها شوف لا لا دوار اللي مشالو سيد رئيس الحكومة شوف نقول لك حاجة قلت لك نشاط رئيس الحكومة برا اسرائيل نشاط الدوار اللي مشالو سيد رئيس الحكومة شو يبارك فيك العرش اسمه عبد الخضراوي تو انت عندك معلومك الاسئلة شو سي معز معناتها تعرف اللي يحكي مع العائلات وتعرفهم عايش خويا هاي سي عبد تفضل بحذاك تفضل سي عبد احنا انا مثلا قول لك حاجة حتى رئيس الحكومة ما يعرفوش اسمه الدوار هاي تفضل اي وانت تعرف سي معز طبعا كيف خذيت النقطة على الفيشة موجود انا مثلا وقت نحكي هنا راهو لا عندنا مقسومين واحد يدافع على الحكومه ولا يهاجم في والله هذا هو هذا هو عندنا ظواهر نحلوا فيها وكان واحد ولا يدافع على الحكومه ومع ذاته الحكومه مش الناس هذوما انت يظهر لي تربيت على المقاطعه باهي سامحني هذا مبركها من الجيل الجديد باهي سيدي تفضل احنا عاطين فيكم النوارة تسمع لك احنا نقولوا احنا انتم اللي مش تعطيوا المثل سيلوي كي بوسيد لو بوفوار ديك لو دوفوار اللي يملك السلطه هو اللي يحدد الواجب والمسؤول الاول على كل ما يحدث هي السلطه. اثنين الناس مش هما برك قالوا هذا تو سمعت واحد ممثل في الحكومه تقريبا رئيسيا ما سمعتوش بس النواب ما سمعتوش قال الحكومه هذه تعاملت بشكل سيء جدا مع الاحداث. علاش نجتهدوا عاد احنا؟ مش احنا يحكي على الحكومه نائب عن حركه النهضه نائب حركه النهضه وقت يتحدث عضو مكون اساسي يا رسول الله اذا كان اهل مكه اللي هما يحكموا يقولوا راه تعمل بشكل مغلوط باش نلوم على المواطن اللي عاشها. ثلاثة نذكرك حدثت بوزيد والتاريخ قد يعيد نفسه شنية وقتاش حرق روحك الشباب انا راجعين مشى باش يحكي مع الوالي وما قبلوش انا راجعين راهو اخطر شيء انك ما تسمعش الناس وراني عندما نحكي على الحكومه عندما عملت ايجابيات في البلاتو قلنا لا تترك يوسف قلتها وحده مع الذئاب وقت يشد خمسه سته قلتها ومعك انت ومع قلت في الحرب على الفساد دونك ماهيش ولا ارهاب تو باش نحكي هيك مسائل محسومه شبيه لكن نحكوا على الثغرات وقت اللي يبدا محمي بالشعب وعمل الاجراءات استهدف فيها اللي كنتوا تحكيوا عليها بدا من فوق هاتوا امتيازاتكم نقصوها جا اللباس عليهم بلادنا في خطر ما عادش نجموا نتسلفوا وتو تشوف في 2020 ايش يصير ورانا نتيجه انه بلادنا في خطر والماليه ما فمش واللي نضغطوا على الخدمات ها وصر فينا الصحه وصر فيها التعليم وصر فيه اليوم دونك احنا في وضع سيء وقت اللي تجي انت تاخذ من هذوما فلوس وتجي للناس اللي عندها فلوس الديوان تجيبهم هاتوا وتجي لبس عليهم بربي بلادنا في خطر ينظم له وقتها نظم له بالحق هات 3% اللي عندك وتجي المهربين اسمعني نقول لك قانون الاثراء وتجي اللي عندهم واللي عندهم فلوس واش كاين واللي عندهم فلوس واللي عندهم فلوس واش كاين واللي عندهم فلوس بالتضامن واللي عندهم فلوس واش كاين وقتها تو تشوف الشعب وقت اللي تمشي مش يقول لك نحب نحكي معك يصفق لك يعطيك الصحه عندك حاجه نظيفه هاي ثم ولا المشكلة فيش ساعات يبدا المسؤول قاعد على روحه وفمك البنادرية من لوطة هذوكم اللي تفتق في بالهم يوهروا فيه وقلنا لهم راهو يضروا فيه وفي بالهم قلنا لهم راهو يضروا فيه وهم يبركوا فيه ابري البنادرية فحاش معناها مع احترامنا للبنادرية القفافة اون فادير يضروها اكثر من اللي ينفعوها اما هما على هذوكم على القليلة ياخذوا في الفلوس انا اللي الشيء اللي في رايي يوجع القلب بالحق وقت اللي نلقى صحفيين داخلين في نفس الجوقة هذايا ويضربوا في البندير معاهم ثم شعر مازال كي فاز بجائزه كبيره في الشعر الشعبي سي عادل الجبراني باش يسمعوه كتب قصيده على الوضع الحالي وخاصه على اللي صار سيدي بوزيد في سيدي بوزيد سباله تحديدا في المكان اللي صار فيه الحادث ربما يترجم ويوصل اللي احنا في البلاتو سبعه ما نجمناش نوصلوه يدخل معنا للشعر لكن بعد هذا الفصل القصير.